عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. كنقدم لكم راسي، انا فاطمه فاشن من قناه فاطمه فاشن. كنقدم لكم راسي، اول مره غادي تشوفوني جالسه وكنهضر معاكم. كتشوفوني دائما كنفصل ولا كنخيط، عمركم ما شفتوني هكا جالسه وكنتكلم معاكم. وبهذا المناسبه ديال هذا الشهر الكريم جيت انا والزوج ديالي عبد الكريم باش نقول لكم واحد الكلمات هنا ديال الشكر وديال التهنئه بهذا الشهر، هذا شهر رمضان. الله يدخل علينا وعليكم بالصحيحه وبالسلامه، وباش كنتمنوا ان شاء الله وحيد علينا هذا الوباء يا ربي، ورجعوا الايام ديالنا الطبيعيه اللي كنا فيها. وبهذا المناسبه كنشكر الزوج ديالي عبد الكريم، كنقول له شكرا بزاف على الدعم ديالك للقناه. انا الاولى زعما هو ما كنتش غادي ندير هذه القناه هذه، ولا ما كنتش غادي نكمل فيها. هي الفكره من الاول كانت الفكره ديالي، ولكن منين بديت الصراحه جاتني صعيبه بزاف انني نفعل القناه ونمشي فيها، لحساب المونتاج والوقت اللي كياخد مني داك المونتاج، والفيديوهات ما كيترماوليش في الدار، خصو هو يمشي للقهوه باش يلوح لي الفيديوهات. والصراحه هو اللي خدام معايا، والمجهود كامل الكبير الكبير كياخده هو، هو اللي كيديره. انا كنفصل وكنخيط وكنهضر، صافي هادشي اللي كندير. ان شاء الله ان شاء الله سيدي خدها كامله من تجي، مين يشوفوا هاد الفلوس ديال كلها الصحه والراحه. عطيه الكلمه هو يقول لكم كلمه بمناسبه هذا الشهر الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بدوري كنغتنم هذه الفرصه ان شاء الله تعالى بحلول هذا الشهر الفضيل الكريم باش نوجه تهنئه للجمهور ديال فاطمه خاصه، ومن خلاله الامه الاسلاميه جمعاء. كنسال الله سبحانه وتعالى بانه يدخل علينا شهر رمضان بالامن والايمان والسلامه والاسلام، وتعم الخيرات والبركات ان شاء الله تعالى على الجميع. فيما يخص هذا الفيديو اللي درناه بجوج، في الحقيقه كان جا نتاج واحد التسلسل في الافكار بيني وبين فاطمه الله يجازيها بخير. كنت قلت لها بانك خصك تقدمي شي كلمه لجمهورك الخاص في هذه المناسبه، بحكم ان جمهور كل واحد العائله اخرى كتستوجب عليك التهنئه في مثل هذه المناسبات. ثم هي اقترحت بانه لما لا نظهر معها في اول فيديو لينا بجوج اللي غنظهروا بهذه الصوره هذه. ثم تبلورت الفكره حتى وصلت لهذا المبتغى اللي هو الحمد لله حنا بجوج في هذا الفيديو، بجوج كنتكلموا وبجوج كنهنئوكم وكنشكروا جميع الجمهور ديالها خارج وداخل الوطن. عندها واحد الجمهور اللي هو الحمد لله بدا كيكبر شويه بشويه، نسبه كبيره من الجزائر، مصر، من تونس. والحمد لله كنقولوا بانه هذا نتاج واحد العمل اللي هو كبير، ومجهود اللي بذلته لاله فاطمه، وهي من بين المسائل اللي بغيت نوجهها انا للجمهور الكريم، ومن بين الرسائل الايجابيه اللي بغيت نوجهها لهذا الجمهور الكريم. لاله فاطمه هي امراه اميه، لكن في المقابل هي امراه مجتهده مثابره، كتكد وكتجتهد من اجل توصل واحد الرساله للعموم الجمهور اللي هو كيتابعها كيفما قلت سواء داخل او خارج الوطن. لاله فاطمه امراه عصاميه، ما قرات ما والو. هنا كنقول بانه ليست الحياه بالدبلومات او الشواهد، ربما انا من حيث الشهاده راني كنفوقها بزاف، ولكن العمل اللي دارت الله يجازيها بخير واحد العمل كبير. تنعاونوها من بعيد بعيد، واخا داك الكلام اللي قالت في حقنا هو كلام كبير، ولكن الفضل تيعود ليها هي بالدرجه الاولى. وتنقولها الله يجازيك بخير، والله يعاونك، والله يرضي عليك. نعم المراه المتعاونه مع الزوج ديالها، الوافيه البارة بوالديها. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منها صالح الأعمال، وأن يجعل كل ما تعمل في ميزان حسناتها. وفي الأخير كنولي نجدد التهنئة والتحية لكم جميعا، وكنجعل الكلمة الأخيرة لاله فاطمة فلها الكلمة. أنا بدوري كنشكركم، كنشكركم على الدعم ديالكم وكلامكم الطيب، وكنقول لكم مجددا عواشركم مبروكة، وإن شاء الله الله يدخل علينا شهر رمضان بالصحيحة والسلامة، وباش كنتمناو. وانا ان شاء الله مازال غنعطي اكثر واكثر في القناه، ومازال نوريكم شي حوايج لحقاش انايا كنت بحالكم وكنت ما كنعرف حتى شي حاجه، وتا انا تعلمت من اليوتيوب. ومازال ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرين تحفيزيه، وكيفاش تعلمت انا من اليوتيوب، وكيفاش وليت معلمه الرومي والبلدي والفصاله، وكل شيء تعلمته من اليوتيوب. مازال ان شاء الله نخلي لكم فيديو تحفيزي الا طلبتوه مني، ولا كنتو باغيينو نديرو لكم علاش لا. ومازال نعطيكم الموديلات ونعطيكم شكيلات اليوم زوينين ان شاء الله،
وما تنساوش تدعمونا وتخليونا التعليقات ديالكم الزوينة دائما، وكلامكم الطيب الله يجعله ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله. والله ولي التوفيق.